المراكز الواصلة والمنطلقة هنا الدعية عبد الله بن جعفر بن مرخان الكتبي وفي عاشر المراكز تاتي هنا هدنا وصلت في هذه اللحظات علي بن حمد بن خليفة العطية. هكذا النداء هكذا المسار أكملناه للمرة الثانية ونعود إلى فن فن في مقدمة الشوط ما زالت تكمل المسار في مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول مسيطرة كل السيطرة فن تعود الملكية الهلال بن حربي بن هلال الخيلي الخيلي ما زال يعلن حضوره مع البداية ومع مقدمة الشوط ويقدم لنا فن وهي مشاهدين الكرام في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أشواق أشواق من ترافق فن مع المركز الثاني تعود الملكية مشاهدين الكرام هنا علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي يقدم لنا أشواق مع المركز الثاني الواصل نوف وصلت نوف تقدمت نوف مشاهدين الكرام مباشرة إلى المركز الثالث مبارك بن صالح بن سعيد القربوع المري من يقدم لنا نوف تحتل المركز الثالث. المركز الرابع لفاحة لفاحة لسيف بن محمد بن هزيم المنصوري مع المركز الرابع. المركز الخامس التقدم هنا من الحذرة جابر بن سلطان بن راشد الخيلي يقدم لنا الحذرة مع المركز الخامس. المركز السادس تصل مشاهدين الكرام الديرة لسعيد بن غلام بن موسى البلوشي من يقدم لنا ديرة يا سلام هنا الوصول مع المركز السابع. تقدمت هنا هدنة علي بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا هذا الاسم والشعار. المركز التاسع بن ضعيف يقدم منصورة سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي من يقدم منصورة ولكن الدرعية تتقدم تعود الملكية مشاهدين الكرام لعبد الله بن جعفر بن مرخان. هكذا مسار الشوط هكذا الانطلاق هكذا التجمع من الحول المهجنات الأصايل التي شاركت فيها شتى الميادين وحصدت النواميس وحصدت الإنجازات. نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى المركز الأول ما زالت فن في مقدمة الشوط مع المركز الأول مسيطرة بكل قوة وبكل جدارة تعلن الحضور مع الخيلي منذ الانطلاق هي مسيطرة مع البداية نصل إلى لافتت الثلاثة كيلو ونصف الكيلو ما قبل جسر العبور يا سلام وفن في مقدمة الشوط فن مع المركز الأول مسيطرة بكل قوة هلال بن حربي بن هلال الخيلي يقدم لنا فن. المركز الثاني هنا نوف يا نوف مع المركز الثاني مبارك بن صالح بن سعيد الجربوع المري أشواق مع المركز الثالث تعود الملكية لعلي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي يقدم لنا أشواق. المركز الرابع وصلت الحذرة تقدمت الحذرة جابر بن سلطان بن راشد الخيلي من اللي قادمة وصلت هدنة هدنة يا سلام يا هدنة علي هدنة مشاهدينا الكرام علي بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا هدنة هدنة تحتل المركز الخامس ثلاثة كيلو متر ما تبقى من ناموس هذا الشوط. الكل بدأ يتقدم الكل بدأ يورد إلى مقدمة الشوط يقدم ما لديه من الأصايل وصلت جلمودة محمد بن بخيت بن هديب القربوع المري قادم شموخ صقر بن فالح البقم يا سلام وصل الشعار العناوي وصل رعصوغة مرحبا أبو محمد من يقدم لنا احتلال احتلال سالم بن مظفر بن محمد بن خموش العامري أول إذاعة الاحتلال. هكذا المسار هكذا الانطلاق هكذا المسار الأول نتقدم إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول هنا تنطلق مع البداية ما زالت المسيطرة مسيطرة فنية فن فن انطلاق الشوط وهي مسيطرة مع البداية 2 كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن خط النهاية وفن في مقدمة الشوط مع المركز الأول. الخيلي ما زال يعلن الحضور في هذا الصباح في هذا المسار في هذا الانطلاق فن يا فن في مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول تعود الملكية مشاهدين الكرام من يقدم
يقدمها لنا في هذا الصباح. فن يا سلام، فن مع البداية. هلال بن حربي بن هلال آل خيل يا سلام. أشواق مع المركز الثاني، هنا نوف مع المركز الثالث، الحذر مع المركز الرابع. الأسامي بدأت تقترب من بعضها لبعض لمن ناموس هذا الشوط لا يقل أهمية. بدأ الرقص يحلو مع الكبار، بدأت المنافسة تشتد، بدأ الشوط يسرع إلى الأمام يا سلام. 2 كيلومتر، هنا الفيصل عن خط النهاية، هنا الفيصل عن الناموس. احتلال قادمة، تعود الملكية لسالم بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري ومزنة. مزنة ومرحبا مزنة، ومراعيها عبيد بن علي بن يزرب بن ذويب العامري. أول ذا علي مزنة، التقدم الممتاز من حلوة مكتوم بالشيب السبوسي. وصلت هذه اللحظات أول ذا أبو شاهدين الكرام، ولكن نعود مع البداية، نعود مع فن. ويا سلام يا فن، يا سلام عليك يا فن، ما سلمت الصدارة، مسيطرة مع مقدمة الشوط، معلن هذا الحضور. الرقص بدأ يحلو، هنا التجمع الذهبي من النجوم الحيل المهجنات الأصايل. حان موعد الانطلاق، حان موعد المنعطف الأخير. كيلو ونصف الكيلو تدخلت نوف، انطلقت أشواق من الجانب الآخر. هناك هدنة، هدنة يا سلام واحتلال، وأيضا اللي هي مزنة، وتتقدم هنا منصور، ولكن عبير رايحته غير. عبير عبير عبير، تقدمت عبير. أول ذا علي، علي بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. الشعار الاقتصادي يا أخوان، ست من الحيل في موقع واحد يا سلام. الكيلو بان لمن الناموس، لمن الانطلاق. هنا التقدم الممتاز، شموخ العز، شموخ النواميس، غيرت إلى المقدمة في تبادل، في منافسة قوية، في معركة داعس لنغبرا يا سلام. كيلو الأخير، الرقص بدأ يحلو، الانطلاق، الإبداع. هنا شموخ، شموخ، ومن الجانب الآخر مشاهدين الكرام، هدنة يا سلام، هدنة، هدنة يا سلام، الهدنة، الهدنة، غيرت الأمور، قلبت موازين الشوط. ولكن منصورة بضعيف بضعيف بضعيف، منصورة الانتصار، منصورة النصر، ما سلمت صدارة هدنة. ولكن منصورة، منصورة، منصورة وهدنة، منصورة وهدنة، منصورة وهدنة، منصورة، منصورة وهدنة. وأيضا أرى اللي هي حلوة، حلوة يا حلوة، مع المركز الثالث مكتوم بالشير السموسي، ولكن بضعيف، غادر بضعيف، انطلق بضعيف مع منصورة. بالفعل الاسم المسمى منصورة الانتصار، ولكن دير البال من العطية، دير البال من مكتوم بالشيب السبوسي لمن الفوز. الثلاث اللي بهنزان اللقاء يا سلام، هنا الثلاث في عاصمة الميادين، انفردا لناموس هذا الشوط، لمن يا اخوان الانتصار. بالفعل منصورة، منصورة، منصورة حلوة، منصورة هدنة حلوة، منصورة، منصورة حلوة، حلوة منصورة، منصورة وحلوة، حلوة منصورة، منصورة حلوة. مكتوم بالشيبة بضعيف، حلوة، 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 حلوة يا حلوة، حلوة منك يا حلوة، حلوة يا راشد يا بن سالم الهاشمي. سعد الله صباحك بالأمتار الأخيرة، حسمها وهدى بالشيبة السبوسي هذا الفوز. المركز الثاني وصلت منصورة، سالم بن ضعيف بن غدير الكتيبي المركز الثالث، هدنة لعلي بن حمد بن خليفة العطية المركز الرابع، وصلت فن هلال بن حربي بن هلال الخيلي خامس المراكز، كان من نصيب احتلال سالم بن مظفر بن محمد بن خموش العامري. لنعود مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية للتوقيت الزمني من المخرج العزيز أسامة الهواري، وطلعت لك الشكر والتقدير. ها هي حلوة، فعلت حلوة في الأمتار الأخيرة بالفوز والانتصار، 13 دقيقة ثانية 7 من الأجزاء. والتهنئة لمكتوم بالشيب السبوسي، والتوقيت الأفضل. أسعد الله صباحك يا بالشيب السبوسي، وأسعد الله صباحك يا راشد بن سالم الغيلاني. منصورة قدمت عرض راشد بن سالم الهاشمي، مشكور يا الهاشمي، سق الله دارك الهاشمي. المركز الثاني كان من نصيب منصورة، قدمت عرض تشكر عليه ويشكر مالكها سالم بن ضعيف بن غدية الكتبي. 13 دقيقة وثانيتين وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث هدنة، 13 دقيقة 3 ثواني جزئين من الثانية، تهانينا والناموس العلي بن حمد بن خليفة العطية. هكذا كانت النتيجة، والتهنية في هذا الشوط لمالك حلوة مكتوم بن الشيب السبوسي، والتهنية لأبو سالم راشد بن سالم الهاشمي. سعد الله صباحك مع التوقيت الأفضل الذي قدمت لنا حلوة، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.